السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. الموضوع اليوم، أول حلقة اليوم، أسكن فقرة جديدة حيث غنتطرقوا لبعض الكوارث اللي وقعوا في البطولة واللي غنشوفوا السلبيات ديال هاد الحوادث. بطبيعة الحال الفقرة ما غتكونش غير في المغرب، مي غادي نضربوا دويرة في العالم كامل. باش ما نطولش عليكم، اليوم غنشوفوا جوج ديال الحوادث اللي وقعوا في البطولة المغربية. كيف ديما هبطوا فرحونا بشي لايك وكتبوا لنا في كومونتير شي كلمة زوينة في حقك وفرقعوا ديك البطولة الحق. تقاش عمر الأندر. وكيف ما كيعرف الرأي له أن السبت الأسود خلف جوج قتل وكثر من 50 جارح. الحدث الأول اللي غادي نبدأو به، غنرجعو لسنة 2011. قبل ما ندخل في الموضوع، كنعرفوا الحساسية اللي كانت بين الجماهير المكناسية والفاسية، خصوصا من بعد ما طاحوا في الفينال ديال الكوب ديترا، واللي كان المغرب كامل كيتسنى داك الماتش اللي كيتلقوا عليه ديربي سيس. سيس وهي المنطقة اللي كتفصل ما بين مدينة مكناس وفاس. الفينال غيسالي بفوز الماس بواحد الزيرو، لكن المقابلة عرفت حضور كبير للجماهير بجوج اللي خلى الفينال يكون بهلاوته. ولكن حنا ما غنهضروش على هذا الماتش، غنهضروا على الماتش اللي تلعب في البطولة بين الكودوم والمغرب لفاس، اللي غيتلعب في الملعب الشرفي بمدينة مكناس، واللي غيتلعب بالليل. الحاجة اللي خلات كلشي يتفرج في داك الماتش، التيران كان بوم فين ما الدور كتلقى الجموع. قبل ما يبدا الماتش، الريدمان اطرف عتيف وكوريغرافي كيحمل اسم الفريق كودوم، وغيتبعو كراكاش بالفيميجي. كل الظروف كانت تشير إلى أن ديربي منطقة سايس بين النادي المكناسي والمغرب الفاسي سيكون عرسا كرويا بين فريقين جارين. جماهير غفيرة من أنصار الفريقين حاجت الحاجة اللي خلت الماتش يشعل في المربع الأخضر، خصوصا أن الكودم خسر في الفينال وخاص ترد الاعتبار للجمهور ديال بريمير ميتا. غدوز غيب الزيت، خصوصا المدرجات كانت كتعرف منافسة قوية بين الجماهير. يتسال الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0، هادشي اللي غيخلى الفرق بجوج يدخلوا دوزيام ميط ويخرجوا يلعبوا كره. قبل ما يبدا الشوط الثاني، لاحظت ان شي حاجه وقع في التيران ماشي هي هادي، خصوصا انه كانت كاميرا وحده اللي شال اللي كانت قابطه التيران كامل، مع الحكم غيصفر باش تبدا دوزيام ميط. الكوضه ما تبدا تهجم على شباك المغرب اللي فاس، وهادشي اللي غيوقع بحيث غادي يسجل اللاعب الافريقي كامارا في الدقيقه 47 من الشوط الثاني، واللي غيعرف هي جار في مدرجات المكناس، وغيبقى يبان لك الفلام غير كيتشي. الكره كاميرا واحده، هنا فرصه ضغط ضغط العمليات محاوله والهدف الاول للنادي المكناسي. الهدف الاول للنادي المكناسي، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. أظن كاميرا ومسجل هدف محمد كاميرا، هدف مقابل لا شيء. الآن النتيجة لصالح النادي المكناسي، هدف 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 مع بداية الجولة الثانية للنادي المكناسي. تتغير الأمور عن طريق كاميرا مع بداية الجولة الثانية، هو الشمارق تنطلق بالمدرجات. الشمارق الآن تفاني بادل الهدف المسجل، طلقة المقابلة من جديد، هدف مقابل شيء مع بداية الجولة الثانية للنادي المكناسي. حاول يبعث الكرة من بعد دقيقة من الهدف،
غادي يبداو مناوشات بالجمهور ديك الملعب غيعرف التشير بالحجر والقرع، وهذا الشيء عادي منين كتكون شي حساسيه بالجمهور. شوي غيبان لك الطوسي مدرب المغرب الفاس تصاب من بعد ما تشير عليه بقرع، وهنا ما كنلومش اللي زل طراب جوج حيت كانوا بعاد على مكان فين وقع الشجره، وكل المدرب بغى يخرج اللاعبين من الملعب. وتوقفت المقابله حتى الدقيقه 57، من بعد غادي يكمل الماتش، ولكن من مور دقيقه غادي تجي واحد الكفره للمغرب الفاس، ولكن هنا غتوقع الحاجه اللي غتخلي الماتش ما يكملش. غادي تلعب الكفره ولكن الحكم يصفر باش يشوفوا اللاعب بالرابح طاح في الارض. ملي شافوا مالو لقاو اللاعب تضرب بحجره على راسه، الحاجه اللي غتخلي اللاعبين يطلبوا المدرب باش يخرجوا من الملعب وما يكملوش الماتش. والحمد لله اللي ما وقعتش شي حاجه خايبه في هذا الماتش، اما كون شفنا بورسعيد مره تنفذ الخطأ لصالح فريق المغرب الفاسي. الغفير كيستعد كرة عالية راسية، حكم يتدخل، هناك لاعب مصاب. نشوفوا اللاعب اللي تصاب، رشيد طوسي كيتدخل، هناك لاعب مصاب، غنعرفوا باش صاب هذا اللاعب، والحكم يتدخل يوقف اللاعب. الحكم حكم يوقف اللاعب، اظن لانه كيطالب اللاعبين الخروج، كيطلب من اللاعبين الخروج. الحكم صورة غريبة، صورة غير منتظرة. وقررت الجامعة تحيد 3 نقاط للفارق المكناسي وتوقف الجمهور لأربعة الماتشات ما يدخلوش للتيار. ولكن هاد الحساسية اللي بين الجماهير ماشي بدات في 2011 ولا لدابا، بالعكس كانت بدات الحساسية بيناتهم من 60. قصة طويلة، إلا بغيتوها كتبوها لنا في كومنت. لكن الجماهير مؤخرا وعات ولات كتضامن مع بعضيات، وهذا الشيء راجع للعقلية تبدلات والدراري جداد في الدومين. نمشيو لكازا يوم 17 مارس 2016، مركب محمد الخامس، في مقابله اللي كانت كتجمع بين الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسين، بحيث كانت الجماهير الرجاويه كتحتفل بالفوز الرابع للتوالي، وكذلك ذكرى 80 سنة لتاسيس فريق الرجاء. بدات الفوضى في مدرجات الجماهير الرجاويه، وغادي تحول الفرحه لمعركه حرب بالفلام والفيزي والحجر بين الفصيله الجرين بويز والايجز اللي كيساندوا فريق واحد اللي هو الرجاء البيضاوي. النزاع بين الفصيلين ماشي هي اللي بدا، بل كان من نهار بدات الالتراس في كار، حيت اللي جو اللي اسوا الايجلز كانوا في القديم اعضاء من مجموعه الجرين بويز، وتخلاو على هذه المجموعه بسبب الخلافات بين الاعضاء اللي ما غاديش يمكن يتجاوزوه، وغادي يبدا الصراع بين الاخوه الاهل، وقدر ياخذ التنافس بين الفصيلين اشكل عندها بعد اخر، من الرغم انهم وحدوا المدرجات تحت كورفه واحده اللي هي كورفازي. وجات احداث السبت الاسود باش تطرح علامات استفهام كثيره، حيت كاع لي فيراشيز دلمار واللي متبع الحركيه في المغرب كان كيعرف الصراع بين الفصيل، وهذه ماشي المره الاولى اللي غوقع فيها هادشي. شنو هو السبب الحقيقي اللي غيخلي جوج جروبات خوت يقتلوا بعضياتهم وتنوض هاد البلبله كامل؟ على لسان احد بعض الاعضاء الفصيلين اللي رفض يتذكر الاسم ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا في قناه صوت الاوتس. شكرا خويا على الترحيب، وكنشكرك حيت درتي شي حاجه جديده في يوتيوب اللي غتخلي بنادم يعرف بزاف د الحوايج. الله يحفظك خويا، قول لينا عافاك شنو وقع بالضبط في داك النهار. كيف ما كيعرفكوش انه داك النهار كان ذكرى 68 تاسيس النادي، يعني اي جروب غادي يحتفل بفرقته كان مجموعه الجرين بويز رفضت تشعل الفلام في وسط الماتش، والسبب انه باش ما تسببش في عقوبه الفريق الرجاء البيضاء. قول لنا واش هذا هو السبب الحقيقي اللي وقع به الشغل. لا اخي، السبب هو ان الايجلز بدات كتكراكي، وهذا الشيء اللي غيخلي تسخط عليهم الايجلز وغتبدا بمناوشات، ولكن بصوره غادي كالمه هو الدراري ديال الجروب. ولكن الامر ما غاديش يوقف حيت انه من بعد ما تسالى الماتش بدات الجماهير كتحتفل بشكل جماعي، وبدات الجرين بويز كتشعل في الفلا، وغادي ينوض كابو الكورفا الرجاوي اللي هو السكوادرا، يغوت اللاعب عاصم الراقي وعطى فلامه ونخرط اللاعب في الاحتفال، وناضوا اعضاء الجرين بويز كيغنيو الاغاني الخاصه بالمجموعه، خصوصا الديسك ديال 10-10، الحاجه اللي اعتبرتها الايجلز انهم تجاوزوا الحد ديالها، وانهم بحال الا قصاوهم من الكورفا.
ما بقات لا كاميرات لا شي حاجه. فبقاو بدات عمليات انه قوموا باحتفاليه ديال 67 سنه لتاسيس الرجاء البيضاوي. وقع انه كاين الفصائل للالتراس ديال الرجاء هما جوج، جرين بويز والترا ايجلز. ف المابيدي او واحد من 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 اللعابه ديال الرجاء مشاو اتجاه الجماهير باش يحتفل معاهم، ولاح القميص ديالو اتجاه ربما بشكل عفوي طاح ما يطيح الا عند واحد الفصيل معين. الفصيل الاخر تعتقد بانه هذا احتقار ليه او تنقيص من القيمه ديالو او تفضيل معين من طرف اللاعب. مشى واحد من يسمى بالكابو واسترجع اللعابه كاملين باش يجيو يحيوا الفريق. فهذا اثناء ايضا القميص ديال واحد اللعابه بلا ما نذكر الاسماء تلاح ايضا غادي يطيح عند نفس الفصيل. وبالتالي كانوا مستعدين باش يديروا الشهوب الناريه في الاخر على اساس ان اللي كانت ربما مخبئه في واحد المناطق معينه في الملعب، ان الملعب غادي يرجعوا لهذ النقطه، غادي يرجعوا لهذ القضيه ديال التحتيه والعاهات والعلات والعطاب اللي تطال هذا الهيكل الرياضي. ففي التوقيت هذوك الفيميجين تحولوا الى مناوشه، هو مجال ديال الصراع بيناتهم. تضرب الفيميجين الاول الشهوب الناريه الاولانيه اتجاه فصل اتجاه الاخر، هذيك الشراره الاولى اللي عطات انطلاقات ديال الاصطدام الجسدي والتحام الجسدي بين الاطراف بجوج. تمت الاعتقالات ايضا. هنا غتنطلق الاحداث، وراكم شفتوا شنو وقع. بدات الحرب من الجهه العلويه ديال القوف. حنا بغينا نبردوا الامور ولكن لقينا اللي عطى الله عطى. قول لينا واش السكوادرا زعما هو السبب في هذا المشكل؟ شنو نقول لك اخي، وكان السكوادرا هو السبب كل ما يرجعش دابا يولي كاب. السبب راجع انه ما كناش متفاهمين وصل. بغينا نعرفوا الامن علاش ما تدخلش باش ما يوقعش هذا المشكل كامل. رجال الامن اخي بداو غير كيتفرجوا فينا وما قدروش يتدخلوا باش يوقفوا الشارع. والحاجه اللي باقي مستغرب منها هو كيفاش خلوها عباد الله يدخلوا دوك الحجر والمانجوات للكور. مع العلم ان الاجراءات اللي كتكون في الدخله ديال الشارع حيت كنتقلبوا واحد بواحد. شنو كان واقع اثناء الشغب؟ كيف ما شفتوا كلشي كان باغيها داك الكرياج ديال الحديد هو اللي خليه يكون زح، وهادشي اللي غيخلف بزاف ديال الحالات الختينه. وشفت قاصرين قدام عيني كيغوتو هما مرميين. وكيف ما كيعرف الراي العام ان السبت الاسود خلف جوج قتل وكثر من 50 جاري اللي كنطلبوا لهم الرحمه والمغفره. ودابا راه كورفاسود رجعت حسن من اللي كانت، وراه كلشي قدام عيني. وهادشي جا من بزاف ديال الخدمه اللي داروها الجروبات بجوج، وان الراجل هي اللي كتجمع. نشكرك خويا حيت حضرتي معنا في هذه الحلقه وبينتي بزاف د الحوايج. اني اخويا مرحبا والله يحفظك. تهلا اخويا تنشوفو مره اخرى. كيف ما شفتو كانت هذه هي الحلقه ديال تطرقنا جوج مواضيع. الا بغيتو نهضرو على احداث بحال هكا كتبوا لنا في كومونت ولا صيفط لي ميساج في الانستغرام، راني كنجاوب كلشي. لحد هنا كتسلى الحلقه ديال تلاقاو في فيديو جديد. تهلا.